السلام عليكم، ازيكم يا جماعه، اخباركم ايه؟ النهارده زي ما انا وعدتكم هنتكلم على حلقه خطيره جدا. هنتكلم بالطرق والبرامج ازاي بتتم عمليه الهاكينج الاختراق للموبايل بتاعي عن طريق الشبكه، عن طريق الواي فاي. هنشرحها صوت وصوره، البرامج المستخدمه بتتم ازاي، وخلي بالكم النقطه دي، وازاي اقدر احمي نفسي منها. تمام؟ هناخد فاصل وهتابعونا ان شاء الله بعد الفاصل، ونركز جدا، واللي معاه ورقه وقلم يكتب، واللي عنده حاجه يعني مشغول في حاجه يقفلها. طبعا يا جماعة، زي ما احنا شايفين هنستخدم برنامجين. ده البرنامج الاول اللي اسمه بيزي بوكس، والبرنامج ده يا جماعة باختصار ده برنامج بيحتوي يعني على مجموعة من البرمجيات الصغيرة واكواد برمجية اكتر من حوالي 200. وظيفته اللي هو بيدي صلاحيات اكتر لانظمة اليونكس محدودة الصلاحيات، وبعض اصدارات اللينكس، وطبعا منهم نظام الاندرويد اللي احنا بنتكلم عنه. وطبعا يا جماعة بالتالي ده هيدينا صلاحيات اكتر من صلاحيات الروت، وبنقدر نشغل عليه اكتر من برامج وتطبيقات، يعني خصوصا برامج التجسس والاختراق. طبعا يا جماعة بأكد تاني ان البرنامج بيحتاج صلاحيات الروت، واللي طبعا مش عارف الروت انا اتكلمت عنه في حلقة بالتفصيل على القناة. برنامج يا جماعة اللي احنا هنتكلم عنه اللي هو برنامج البيزي بوكس ده برنامج ليه اصدارين، تمام، نسخة طبعا مجانا، ودي موجودة على المتجر يعني جوجل بلاي، وفي نسخة تانية اللي هي البروفيشنال، ودي اللي احنا طبعا هنشتغل عليها. تمام، طبعا يا جماعة ده البرنامج هنبدأ بقى نيجي عليه عشان نبدأ نشغله ونسطبه. فهنيجي بالماوس على البرنامج، او طبعا عشان انا داخل يعني على النقطة دي، هاجي يا جماعة على البرنامج، بفتحه، بضغط عليه، فبيبدأ طبعا يظهر معايا الشاشة اللي قدامي دي، بيقول يعني اللي هو هيديني او في صلاحية الروت. فطبعا بأكد وبقول له طبعا موافق او اوكي او جرانت، تمام، فبضغط عليه. طبعا يا جماعة بتظهر لي الشاشة دي، ده بس عشان بيعمل زي انستليشن كده، فما فيش مشكلة خالص. بنتظر طبعا شوية عشان بيعمل انستول، تمام، لغاية بس ما بيكمل البروجرس اللي قدامي ده، ودي طبعا بتبقى أول مرة عشان بسطبه. تمام، طبعا بعد كده بقى بضغط تحت على انستول. طبعا يا جماعة اهو بيعمل لي انستليتنج، تمام، تمام، بس كده تكون البرنامج يعني ظهر. وحتى هنا هيظهر لي مسج اللي هو بيقول لي successfully اللي هو ايه، او successful اللي هو ايه configuration. تمام، طبعا يا جماعة بعد ما نزلنا البرنامج الاول هننزل بقى البرنامج التاني اللي احنا شايفينه قدامنا ده، اللي هو برنامج ديسبلويت. وده طبعا برنامج فيه مجموعة من التولز بتفحص الشبكة وبتعمل اختبار للاختراق. تمام، بضغط عليه عادي جدا يعني يا جماعة، تمام، ثم انستول، وبنزله زي البرنامج اللي فات يعني مفيش مشكلة. طيب، حاجة بقى على البرنامج اللي هو ديسبلويت عشان افتحه، فبضغط عليه، فبيفتح لي يا جماعة طبعا الاجهزة اللي متصلة معايا على نفس الشبكة، تمام، ودي طبعا اللي بيظهر لي الاي بي هات اللي هي موجودة. تمام، هندخل مثلا على الجهاز ده، ودي طبعا يا جماعة زي ما احنا شايفين دي الواجهة بتاعت البرنامج، فيها اختيارات، بس اللي يهمنا حاليا الاختيار بتاع الـ MITM، لكن الاختيارات التانية دي يعني ادفانسد شوية وهنتكلم عنها سريعا يعني. تمام، نبدأ كده بالاختيار الاول،
زي يا جماعة ما احنا شايفين اول اختيار اللي هو تريس، والاختيار دوت بيتتبع اثار الضحية عن طريق عرض الاي بي اللي اتعامل معاه اللي دخل عليه، يعني زي مثلا المواقع. تمام، طبعا الاختيار التاني يا جماعة اللي هو بورت سكانر، ده عشان يفتح لي بورتات بتاعت الضحية المفتوحة عشان يخترقها طبعا. تمام، الاختيار التالت ده يا جماعة اللي هو الانسبكتور، ده بيعرض لي الاوبريتنج سيستم، نظام التشغيل اللي بيستخدمه الضحية على الجهاز بتاعه سواء موبايل او كمبيوتر. الاختيار بقى الرابع ده يعني بيبحث لي عن الثغرات في البورتات المفتوحة. طبعا البورتات المفتوحة دي اللي هو كنا بنتكلم عنها من الاختيار التاني اللي هو بتاع بورت سكانر، فده يعني بيخدم او بيساعد على. طبعا الاختيار الخامس ده يا جماعة اللي هو لوجن كريكر، ده من خلاله بيعمل عملية زي تخمين على أي لوحة دخول يعني أو السيرفرات، بس نخلي بالنا إن السيرفرات دي لازم تكون HTTP. تمام، يعني مثلا لو الضحية ده كان عنده موقع، طبعا سهل جدا عن طريق الأمر ده اللي احنا نقدر نخترق الموقع بتاعه. نيجي بقى يا جماعة الاختيار بتاعنا اللي هو ال MITM او اللي هو مان ان ذا ميدل، اللي هو رجل يعني في منتصف الطريق. الترجمة بقى بتاعته بمعنى ايه؟ بمعنى اللي بيكون في حد ما بين الراوتر وجهاز الضحية. جهاز الضحية بقى زي ما يطلع بقى موبايل او كمبيوتر. تمام، طبعا يا جماعة ندخل عليها كده، نضغط عليها عشان نشوف بقى الاختيارات اللي فيها قد ايه. تمام، طبعا الاختيار الاول ده بيعرض لي سرعة النت في جهاز الضحية اللي هو سيمبل سنايف. تمام، طيب الاختيار التاني اللي هو باسورد سنايفر، بيعرض لي طبعا يا جماعة الاختيار دوت كل كلمات المرور للمواقع الباسورد يعني اللي دخل عليها الضحية، لكن بأكد تاني المواقع فقط ال HTTP. تمام، يعني مثلا لو دخل على اي موقع وكتب اي حاجة هلاحظ انها ايه، يعني مثلا تعالوا كده يا جماعة نخش على الموقع ده ونكتب كده اي يوزر واي باسورد ونعمل سكان، هتلاقي فعلا اللي احنا كتبناه ظهر. تمام كده يا جماعة، بعد كده بندخل على الاختيار الثالث، وزي ما احنا يا جماعة شايفين ده بيتجسس على المواقع والصفحات. تمام، اللي هو طبعا الضحية قام بزيارتها وبيجس فتحها يعني مثلا يا جماعة تعالوا كده نعمل سكان ونخش على موقع، ندخل مثلا على موقع ايه، هنعمل مثلا سيرش على موقع كورة مثلا. تمام، وبدخل عليه اهو يا جماعة، وبعد كده اهو بدخل على الاي بي بقى، طبعا بقول له يس، فعلا هيبدأ زي ما انتم شايفين اهو بيظهر لي هنا وهنا، بس معلش يعني عفوا اللغة في السايت مكعبلة او باظت مني يعني او بايظة يعني عامة، بس هي الفكرة اللي هنا هو اللي هنا هو. تمام، طبعا يا جماعة الاختيار اللي بعديه ده بستخدمه عشان اقطع النت يعني عن جهاز الضحية. تمام، بعد كده الاختيار الخامس ده بقى عشان بنوجه الضحية لموقع معين مثلا يعني جوجل مثلا، هنخش كده يا جماعة عايزين نوجهه بحيث يخش اي حاجة ويفتح اي سايت ما يفتحلوش غير جوجل. تمام، اهو بصوا كده زي ما احنا شايفين هيجي يكتب اهو اي موقع مش هيفتح له غير جوجل. بعد كده بقى يا جماعة الاختيارين اللي هو بتاع ريبليس ايميج وريبليس فيديو. ريبليس ايميج دوت من خلاله هنحط صورة هتظهر ليه لما يجي الضحية يشغل اي حاجة فيها صور، مش هتظهر له غير الصورة دي بس، الصورة المعينة دي، وبرضه لو يجي يشغل اي فيديو مش هتظهر له غير الفيديو اللي انا منزله ده بس فقط.
طيب ده كده يا جماعة بالنسبة للهاكينج أو بالنسبة للاختراق. طب بالنسبة للحماية، احنا عايزين نعرف يا جماعة إن الحماية مفيش حاجة اسمها حماية 100% مطلقا، لكن في زي ما بنقول كده إنقاذ ما يمكن إنقاذه، أو يعني تقليل نسبة الاختراق. طيب في عندنا 4 حاجات لازم نعملهم عشان نحمي نفسنا قدر الاستطاعة من أي اختراق. أول حاجة لازم يا جماعة بنشفر بياناتنا. طب هنشفرها بإيه؟ هنشفرها عن طريق احنا بنستخدم برامج ونستخدم اضافات تولز زي مثلا ال HTTPS Everywhere، وطبعا من خلال التول دي بيبقى صعب فعلا جدا على اي هاكر اللي هو يعمل لي عملية هاكينج. طيب بالنسبة للنقطة التانية اللي احنا هنستخدم يا جماعة براوسرز متصفحات اكتر حماية، زي مين مثلا؟ زي مثلا اللي هو الافاست. افاست بيبقى كويس جدا، انا استخدمه بقى بديل لأوبرا وبديل مثلا لفايرفوكس وكده. تالت نقطة اللي انا مفتحش واي فاي في اماكن عامة، مش اي شبكة يا جماعة ادخل عليها، مش اي شبكة مجهولة، وباكد على النقطة دي يعني تكرارا، مفرحش. تمام، لو انا طبقت ال3 حاجات دول اعتقد هيبقى صعب يتم عملية الاختراق. طبعا يا جماعة بعد ما شفنا الشرح وشفنا الفيديو وشفنا الخطوات، انا بس عايز اكد على نقطة تاني وتالت ورابع. انا شرحت النقطة دي او شرحت نوع من انواع الهاكينج عشان اعرف ان الواي فاي خطير، زي ما انا كنت قايل في الحلقة اللي قبل كده اللي انا اوريدي هحط لكم الرابط في اخر الحلقة تتفرجوا عليها، وخطورتها كنوع من انواع الايه التوعيه. وفي نفس الوقت انا قلت الدواء او شرحت المرض وقلت العلاج بتاعه، فلذلك ناخد بالنا ونبقى حريصين جدا. وان شاء الله لو في وقت تاني هنعمل حلقه تاني عن طريق الهاكينج في حاجه تانيه خالص او طريقه من طرق الهاكينج. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، طبعا سبسكرايب وشير على اكبر نطاق واسع للافاده، والسلام عليكم.